يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. عندما تقسو الحياة عليك، وجب أن تحارب بكل ما أوتيت من قوة. يمينة، امرأة علمتها قسوة الحياة بأنها وحيدة. لم تجد من يؤنس وحدتها في بيتها الذي لا يمكن أن يسمى بيتا. يمينة، درس آخر في الحياة. بسم الله، رزق من الله. خالتي، بيستك هكيب؟ لاباس انتي؟ الحمد لله، الحمد لله. لاباس، حسن نحكي معك دوك نهبطو معك، حسن نحكي. خلي دوك نهبطو لك، لاباس انتي؟ نعم لاباس انتي. هكي عشان لنا خالتي. ايه، نبغى عليك. خلي هادو، خلي انا نشدهم لك ونكسر ان شاء الله. ساكي عشان لهنا وحدك. ايه، ما منعيش. بلادي ولادك ماكي عشان احنا بلادي هذا وليدك هذا رجالنا وشي ولدي انا عسى نعطوه حلوة اللي معي رجالنا هك صايم هك حلوة ايه وصول شد 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 ما عليش ربك شكي بشكي عايش اللي هنا الله بتاعنا هذه هي ماكيش بير روح وشكرا سبرا قصة واحدة غير احنا اللي غير شكوك 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 ماكيش ماكيش الولا غير عملوا ببرصة بعيدة ربي معنا خلاص هذه البلاصه تاعك انت ولا تاع باباك ولا فاش ماشي تاع باب تاع جدود تاع حوالي وقعيتي ربي يجيب الخير ان شاء الله ان شاء الله يا راكي مريضه ثاني كنتي ايه انا مريضه ايه كيفاش راكي داوي؟ ايه راني نداوي مازال راني نداوي الطبيبه دوكا شافيك ربي شافيك ان شاء الله اه جينا بلاصه بعيده ما ترانسبورت ما كاش شافي خلاص كي تكون شتا الموسم ما خاوش ترانسبورت كي تكون سميشه كيما كان عجبك بكر مع الصباح بصح كي تكون شتا ما كاش ولا برايس وين تصل وما دارناش ترانسبورات الاخر راهيات وقعدي هكاك رانا نتعذبوا بركم ما حاجه اخرى معليش كي تكون سخان هكا نشوف على رجلينا منين جيت ولا ولا غير هكاك نروحوا ماشي خطات نفس واحد الطريق اللي نحبس الروح الماء كيفاش راكي تجيبي فيه انا هنا حرت الماء كيفاش راكي تجيبي فيه انا عم برحمة عليك صح نديركم فوق وما داروا ربي مازال ان شاء الله ربي يقدر ان شاء الله ان شاء الله هما اللي ما لحقوهم غاديين احنا ما كملوهمش انا لا ربي انت شاكي داوي خالتي منك امين على المرضى ذاك الوسوم ايه ايه راني داوي به نتبع يكون تورسه فيه نتبع من عام العام وانت كيفاش راكي تداوي؟ ربيها معايا وخلاص مرضاك مرضاك الله ما عندك بصح كيفاش تداوي ما عندكش مدخول ما عندك ما كانش حتى مدخول انايا ربي يعاوني وخلاص هكا شحال عندك وانت مريضة؟ عندي اكثر بربع سنين يكونوا خمس سنين ولا ست سنين عادي ربما يكون ست سنين هكا اللي راني كي راكي ديري في الدواء هذا تاع الكونسير تتعبي شوية ولا؟ مليقة، ما تعبي وعلى حد وشكون اللي يدير لك الماكلة في الدار؟ شكون؟ أبانا راني عشان عام بدخل احنا ويا هذا الزوج. أنت يما لا رحمة راحت صافية. الله يرحمها إن شاء الله. ما عندهاش صافية بزاف. فواحد ست سنين هكا اللي راحت. والله هذا بيوت سقمو هي داري أنا بس دار ما عندي شروخ البرافو. نقدر نعاونوك باش تقدري تداوي تقدري. إلا قدرتو وعلى لا لا أنا غنقدر إلا قدرتو هكاك معليش بصح المهم المشكل في الدار ما عندهاش غير قدرين في البيت صح خالتي يا منى شوف نخلي لك واحد الحوايج بالك يجي نهار ونرجع لك إيه ومن بعد أنت ما دامك مريضة ياك صح شوفي هذه لما نخليها عندك هذا باش تقدري تداوي روحك ومن بعد ربي يزيد يقدرنا ان شاء الله بالك نزيد نديرو. اي كيما تقدروا انت ولا غير. بصح كي تروحي تداوي انت ما عندك حتى واحد يقعد في الدار ولا. خليها كانت تخدم ايه باسكو قلت بالك شنو نديرو لك حاجه هنا خفت باسكو البلاصه شويه تخلع. دخلها شويه قلت بالك يجيوك الناس. ايه هي وحيده ما تقدرش لازم بلاصه كي
عندي حاجه، لازم الرجال يوقفوا، انا لا غالب مرانه ما قدرتش. ايه مش دابيا هكا ولا غير ما دابيا ندير حاجه نعاون روحي. صح لا غالب ما قدرتش، لا غالب بما خلحت واحد ما دار خلق واحد الدنيا راه ايه. ان شاء الله ربي يقدر الجنة. الدارك كيما كبير حكيت لي على الماء وسم الدار، كيفاش تدخل الدوش وفي ما كاش عندي ولا ما دارونا هذا ما عندكش هنا صور باش تغطي وما يدخلوا لك كاش كاش لا الزربه انت محني عاودي ترشع عاودي نرجعوا كيف هاك تشوفي معليش ربي يقدر ان شاء الله. انا حنخليك هذه تاعك شوفي هذه الورقه يجيك واحد الناس خليها عندك راح يسقمو لك شتي دارك فاش يسقمو لك الدوش التواليت يديرو لك يبنو لك الصور وانا مع اي هذوك يجون عندك انا هذو اللي بعثوا لي الناس الخير اللي بعثوا لي كاين ناس قلوبهم محنينا احنا قبل نروحو الشك يزيد حب قبل نروحو باش بالك نرجعو لك نهار واحد ان شاء الله يا ربي كي تعاودو نهار واحد اخر ها خليك تعاودو نهار واحد اخر صح كي نجيكم المرة الجاية إن شاء الله نلقاكم على خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي المرة الجاية كي نجيو نلقاو دارك مسقمة إن شاء الله يا ربي قدرت نبدا باش نرقد فيا إن شاء الله إيه ما عندكش باش ترقد فيا إيه ما كاش ولا هذاك يقول لي ولا شوف بني الواد بني الواد يقطعوا عليا تدخل الورقة هذي كي يجيوك الناس إلا قدرتو غير الدار واحد بزاف عليك يجوك من غدوة يكونوا عندك ايه ولا من اليوم إلا قدروا يوصلوا اليوم باش يبداو تعطي لي من الورقة هذي ايه يسقمو لك دارك ايه وترجع إن شاء الله إن شاء الله يا أخي أنا راني خمم معطيك أنا قبل نروح نديرو لك مشروع إن شاء الله وشتي هذاك الفيتيرينار اللي مال في يجيك لهنا ايه انتي على بالي ما تقدريش ندير لك واحد المشروع باسكو هذه البلاصه في الحيه شويه نديرو لك هذاك الانتاج والسمان يربيه لك وسما باش يعود هو هذاك يدير لك المشروع اللي يجيب لك الرزق اللي عندك كل شهر يعود عندك رزقك واش رايك؟ بصح لا لا يا ماشي ماذا بيا انا نقدر ندير الدجاج انا نربيه لا لا تعودي تروحي لعنده انت كل مره تروحي لعنده من تقدري ماشي اذا قدرت انا وحدي ولا ما قدرتش نوكلهم لا لا ماشي انت هوستك بكلش جينا بلاصه انتي تروحي تدي من عنده كل شهر تدي دعمك نزيد ندير لك نزيد ندير لك المعيز معاه ثانيك ويقرب عندك لهنا كل نهار تدي الحليب وبغات على النهار وهاي لك ثانيك الورقه هذه هذا المشروع اللي راح يندار لك هادو الناس اللي وصلوا لك هذا الرزق ادعي لهم ان شاء الله يا ربي وعلينا ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله لانهم شبكه وهذو الناس اللي الناس المرة ثانية ربي شافيهم ان شاء الله ربي شافيهم بزاف مع الناس العمرة ولا غير كاع الناس العمرة يجريو على الصحة ما كاينش لا غالب اي الصحة هي كي تروح تزلق كي الحرير خلاص ما كاينش اللي يرجعها هكا كان نقدر نخدم شوية نخدم البول نولي نخدم في البول ولا غير نولي كاع نسطر ما نقدرش كاع نرقص المهم هذا المشروع راح وما يدير لك مدخول ليك انت ويجي يسقمو لك دارك و لا داري ماذا بيا سقمي داري ان شاء الله اي والله غير من البرد دوك دوك هذيك الحاجه المليحه ليك عندك شهريه كل شهر تجيك ايه حاجه مليحه دوك ان شاء الله يا ربي حبيت نشوف الفرحه انا قبل نروح اي صح ان شاء الله نفرحوا وعلى لا لا نفرحوا نفرحوا كي يسقم داري نزيد نفرح خاتي يمينا ما خص حتى حاجه قبل نروح صح انا قبل نروح راح ندير لك حاجه ثاني نقدر نبدا نهبط لك تواقي إيه. قبل نهبط لك تواقي تبعت بيت ربي خاتي الملك خاتي يمينه تروحي بيت ربي ما تروحيش انا نقدر انا عايش بروحي كي حابه تروحي بيت ربي كان نقدر ولا لا اصلا من بعد نشوف ايها ولا لا اسعد اللي وصلوا عندها نشوفك انت الى راكي صح حابه ندوك اي لا قدرنا وعلى لا خلاص خالتي انا غير من بعد نهضروا عليها لا لا خلاص انا دوك راني نقولها لك دوك اذا عندك عمره خالص ليها كلش تروحي بيت ربي كاش كيما بيت ربي
سبحان الله. وكشف كما ترب مشى لقاو في بلاصة القهوة الحاجة معني مليحة. حاجة مليحة هذه هي الشتا باش نبداو في بلاصتنا هكا هذيك البلاصة هذاك اللي عندو ندير الخير يلقى خير واللي ندق الشر يدير خاشر. ان شاء الله ان شاء الله تروح تزور البيت ربي ان شاء الله يا ربي وتدعي للناس هذو اللي داروا الخير. اي ان شاء الله يا ربي رانا ندعو كلنا وانا نوصل ان شاء الله. ان شاء الله قلتي مين باش ما نطولش عليك نهبط لك هذو. اي هرب هبط هنا نقدر بلاصي ونضرب ونرجعو. معليش ما يسقمو كاع واش كاين مع الدار ويا معايا نهبط. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.